إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مثيل ولا شبيه له إلها واحدا ونحن له عابدون مسلمون مستسلمون وبذلك من لدنه وبفضل ومنة منه مكرمون القائل في كتابه العزيز في سورة البقرة ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقائدنا وشفيعنا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فأيقظ الغافلين وهدى الضالين إلى طريق الله المستقيم بلغ عن المولى جل جلاله مراده من خلقه وجاهد فيه حق الجهاد حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أيها المؤمنون في سورة البقرة من الآية 244 وإلى أن نصل صفحتين من المصحف الشريف صفحة 40 و 41 وردت قصة من قصص بني إسرائيل في كتاب الله وهي لعلي تنبئنا عن كثير من خصال هؤلاء مرة أخرى ومن أصدق من الله عندما يخبرنا عن حال هؤلاء حتى نعلم من هم وكيف نتعامل معهم وكيف يفكرون قال في الآية 244 وهي تلخص القصة وبعد ذلك في يعني التوسع فيها قال مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترى وهو سؤال كان ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم
القصة هذه أيها الأخوة إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. قالوا القصة هذه حدثت في هؤلاء القوم من بعد سيدنا موسى، من المعروف في قصة سيدنا موسى بعث ربي معه هارون، ثم تواصل من بعد نسل بني إسرائيل وقصصهم إلى آخره. هذا أخوانا هم قالوا حوالي 460 عام وهما في ذل وهوان، انتصروا عليهم بقية الأمم اللي هم حاربوهم. علاش؟ على خطر كانت المناكر كثيرة فيهم، كانوا يقتلون الأنبياء، وقلنا مرة في نهار واحد قتلوا 30 نبي وبعضهم. عملوا الأعمال الكثيرة في التحايل على شرع الله، وكثيرة هي أعمالهم. عاقبهم رب سبحانه وتعالى أن سلط عليهم أعداءهم، كل واحد يغلبهم بعد ما كانوا هم المنتصرين. وعلاش كانوا المنتصرين؟ كان عندهم ما يسمى بالتابوت. التابوت هذا فيه بعض من الألواح اللي نزلت على سيدنا موسى، فيه بعض من بقية موسى وبقية هارون عليهما السلام وعلى رسولنا أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وفيه محتويات أخرى. كان كل وين يعمل حرب يقدم التابوت هدايا فينتصرون. علاش؟ فيه بركة التابوت هدايا، وفيه سكينة، وفيه اطمئنان إلى آخره. فجعل بفضل الله سببا في نصرهم على أعدائهم، ما كان خوض حرب إلا وانتصروا. بعد ما قوموا وعملوا بعملهم، جاء واحد من أعدائهم فانتصر عليهم وافتك التابوت هذا، فأصبح عنوان نصرهم غائبا، وبقوا على العهد هذاك. وهم ديما فيهم حاجه انهم يبدوا يتذاكروا، مش حتى يبدوا يتباكون ويتضرعون الى الله. وكان النسل متاع الانبياء في بني اسرائيل شعبنا ياسر انبياء، هو من نسل احد الاصباط هم ابناء سيدنا إسرائيل عليه السلام، سيدنا يعقوب. وكان الملوك من نسل من صبت آخر، انقطع فيه نسل الأنبياء. إلا ما الظاهر هذه كانت حبلة، فرحوا وتمنوا ورجوا من الله ودعوه وتضرعوا أن يكون اللي في مطنة ذكر، لأنه ما فهمش نبي إبراهيم. وحبسوا تلك المرأة، وفروا لها مستلزماتها، المهم قول لنا راجل يكون نبيا. وهي كيف دعا ربي سبحانه وتعالى، فاستجاب ربي سبحانه وتعالى وولدت ذكرا، سموه صمويل أو شمويل، وعطرته واحد من كما نقول احنا مشايخ باللغه اليوم من الكلابين حتى للكبر. وجاءهم وحي سيدنا جبريل، جاء وقالوا مره بلغ انت راك نبي من انبياء بني اسرائيل. كيرجع لهم شوفوا قديش تعبوا خطه 460 سنه يستناو، قالوا لهم ماكش نبي انت، استعجلت النبوة مازال وقتك، هذه الأولى الساعة. رجعوا وتمنوا آخر واحد كما نقولوا في النسل وكتبوه. هيا سيدي قالوا له لا نحب ربي يبعث لنا ملك، ما عادش حاجة نبي. إذ قالوا لنبي له اللي هو صمويل أو شمويل، ادعي ربي سبحانه
سبحانه باش بعثنا ملك نتبعوه ونقاتل في سبيل الله. قال لما قال رب الفقراء قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قال لا لك يا ربي يكتب عليكم القتال ويعرف على قومه تنزلوا تعرفوا ما تقاتلوش. قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. لا قالوا قاتل. لخص ربي بيت في الايه الاولى هذه بالتلخيص للقصه. قال ربي فلما كتب عليهم القتال تولوا تراجعوا الا قليلا منهم الا مجموعه صغيره منهم والله عليم بالظالمين. الحاسد واختصر القصه باش ما طولوش على الخيال. قال نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وعندها قصه معينه هي كيفاش باش يقيسوا بعصا؟ عنده عصا قالوا قيسوا عليها اللي يجي قد العصا هذه هو النبي. قاسوا كلهم كل واحد اتمنى شيء وعفو ملك كل واحد ما يبي يولي ملك ما جاتش واحد ما تعدي اسم طالوت كان رجل حقي يخاف ربي كان خدمته سقع يسقي انسان من عامة القوم جد العصا نتاعو ضايعه نتاع الدابه اللي يوجه بها الدابه نتاعو يا اخي بالضبط جد العصا لبنته. اختاره النبي شاويل باذن ربي سبحانه ديما ربي يعطي امارات باش يكون هو نبي عفوا ملك ويتبعوه. قال وقال لهم نبيهم صموئيل ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا. واحد اخر شو يقول؟ هذا النبي يتكلم وقال راه امر ربي سبحانه وتعالى ان يكون الملك بتاعكم هو هذا طالوت. منطقي يقولوا سمعنا واطعنا انت نبي وتبلغ على ربي. وقال مش لله قام ربي. قالوا له انا يكون له الملك علينا. لا ما هوش هذا ما يجيش هذا ملك. علاش؟ ونحن احق بالملك منه. اي ولم يؤت سعة من المال. اعطوه بعض الاسباب. قال لهم راهو عنده آية. ساعة أول حاجة قالهم راهو ربي سبحانه وتعالى يختار شكون يحب والملك وشكون يحب وربي يعطي الشعب. زاد قالوا واش هي الآية؟ قال إن آية ملكه يعني دليل اللي هو هذا الملك اللي بعثه لكم ربي وهذا النبي ما صدقوش. هاي شنو أن يأتيكم التابوت. هنا رجعنا باش ننتصروا في الحربات تاعنا. في ساعة التابوت تحمل الملائكة. تحمل الملائكة هو التابوت اللي تفكرهم. رجعته لهم الملائكة وفيه بعض الحاجات هذوك اللي كانوا فيه قبل. وقتها ما عادش فيها. إذا فأصبح طالوت ملك وتوجه معاه 80,000 باش يحاربوا. لما وصلوا إلى نهر الأردن، اليوم اسمه نهر الأردن اللي تسمت عليه الأردن. قال ربي في القرآن الكريم وقال لو ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم ابتلاءات بنهر فمن شرب منه فليس مني اللي يشرب منه راهو مش تبعي. ومن لم يطعمه فإنه مني. الناس 11 وما عندهمش ماء وقدامهم نهر. قال هذا مش نمشوا في الهواء جاي في الطريق تاعنا نهر كامل. واش تقول بركه صغيره من الماء؟ لا لا نهر كامل. شوفوا الابتلاءات. هي قال اللي يشرب منه راه مش تبعي. واللي ما يطعموش ما يمسوش بالكره راه مني. الا استثناء من اقترف غرفة بيده. قال بفضل ربي الغرفة هذيك ترويهم. يعمل الغرفة هذيك بيده الصغيرة شفاها هذيك ترويه لأن ربي سبحانه هو اللي يروي مش الماء وهو ابتلاء. قال ربي فشربوا منه إلا قليلا منهم. الغالبية نتاعهم شربوا على الأقل. هذه الأولى الساعة زادوا ما خداوش راي الملك نتاعهم.
لم شربوا كثيرا قالوا أيها الأخوة بثمانين ألف قالوا ستة وسبعين ألف شربوا لكنها هذا الساعة قولوا بغض اليوم يبقى على شيء هذا عاش شجاج الواصل هذا ابتلاء اليوم فما بالك مش قاتلوا قوم قويين يملكهم عليهم ملك اسمه جالوت. المهم نختصر القصة أيها الأخوة لأن العبرة في العبارة الموجودة في القصة هذه وهي من لعمري من أبلغ القصص اللي تدل على بني إسرائيل. قال ربي فلما جاوزه جاوزنا هذاك على طالوت هو والذين آمنوا معه هو ولد أشقاه حتى الموت قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده حتى اشتعلت صفيرة ضرب على الثقاب شبيه قالوا ما نشوفوش واحد جالوت هذا قوي علينا هذا ضرب على اساس هذا ما خذوا راي الملك بتاعهم قالت هي أصدر لنا صغيرة قالوا بعض العلماء والمفسرين قالوا تقريبا على بنت الحد 13 واحد قال فئة قليلة من الذين يظنون أن يعني رب ربي قال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله نطقوا بالحكمة قديش من جماعة وكنا بكل اسمه فيها في الصمعة دوا يقرأ المقرئ قال ربي إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 أقسم 220 تلقى 10 يعني لو الصابرين من الصابرين يغلبوا 10 مرات العدد بتاعهم قال وإن يكن منكم يعني دي مقدر في العلم في العشر قدر نتعرف وصلت الآية قال بعد ربي الآن خفف الله عنه وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 طوى الضعف العدد يعني واحد بزوز كان قبل واحد وعشرة الفئة التي قالت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ومصطفاه قالوا بعض المفسرين أيها الأخوة الأربعة آلاف دول اللي جاوزوا هما وطالوت قالوا يتكلموا من الفئة الصغيرة اللي قالت كم من فئة قليلة ما شربوش من نهر الكل أما البقية عامة غرفة أكثر يعني وش قالوا في الآية قال ومن لم يطعمه أقل شيء من الغرفة بلوك فإنه مني إلا أجمعت إلا لكم هو بقية 4000 يعني شوفوا 4000 إلا 314 تقريبا هم اللي عملوا الغرفة والباقي ما شربوش خلاص هادو هم هما المقصودين يعني مشينا للفئه الاولى يعني ولا مقتصر على ثلاث فئات الفئه الاولى ما طعموش النهر الماء وهم تقريبا رقم العطش الى اخره وهم تقريبا 314 الفئه الثانيه هما اكل حياتك 3600 وحاجه هذوما عملوا غرفه ولا 76000 هذوك شربوا على الأقل كما نقولوا احنا بيترا ما يترتيه العلم ولا قداش كاين اللي نشربوا نشربوا فكانوا ثلاثة فئات شكون اللي في الاخر ربي سبحانه ثبتها وانصرهم بها على جالوت رغم قوته بالمقارنة مع قوته لكن فئة قليلة هذيك قال ربي في محكم التنزيل فلما فصل عفوا ولما برزوا لجالوت وجنوده يعني طالوت مع هذا القله هذه وكي يقولوا تقابلوا مع جالوت هذا الملك الجبار وجنوده قالوا سبحانه دعوا الدعوات رب سبحانه وتعالى استجاب لان هذه الفئه قليله قالوا ربنا افرغ علينا صبرا هذه الاولى قولوا امين
ربنا افرغ علينا صبرا، هذه الاولى، وثبت اقدامنا، ثبتنا معنا لانه احنا كلنا بالمقارنه معاه، وانصرنا على القوم الكافرين. فاستجاب ربي سبحانه وتعالى، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شيء الايه اللي بعده مباشره، فهزموهم باذن الله بقدرة ربي سبحانه، يزموهم مش بهم. وقتل داود جالوت، هنا شيء اسم نبي من انبياء الله من انبياء بني اسرائيل، الا وهو سيدنا داود. قالوا كان داود عليه السلام آنذاك فتى صغيرا، قالوا اصغرهم سنا، كان رجل صالح. اول ما تبدا الحربات معروف، هذه شفتها طبعا في بعض الافلام ولا قريتها، اول ما تبدا مبارزات فرديه، يقول واحد هاي شكون اللي بارزني؟ هاي اختاروا لنا واحد منكم اللي بارزني، اختاروا لنا منكم. تبدا بعض المبارزات وبعض الجيشين يجمعوا بعضهم. قام جالوت هذايا الجبار، كل معروف بالبوليه القويه و الى اخره، شكون اللي بارزني؟ قام سيدنا داوود وما زالت انا ذكر صغيره، قال له انا بارزني، قال له انت صغير، وانا نحب نخليك اقعد البولي بامك. قالوا جالوت داود، قالوا انا نحب نقتل، قالوا داود انا نحب نقتل. قالوا فكان لابد ان يقول هذا حاشا سيدنا داود ما يتحرش نبي من الانبياء، حذروا جالوت. بداوا يتقاتل معاه، وكان سيدنا داود عنده سمة مهارة كما نقول باللغة اليوم، ألا وهو أكيد يسمونه المعجنة، ذاك يحطوا فيه الحجر ويرميوه، يبدأ فيها ستيك هكا ويرمي به يصطادوا به ولا حاجة، فحط الحجر في المعجنة كما نقول هذاك وضربه فأصابته فقتل جالوت. هذاك علاش قال ربي فقتل داوود جالوت، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. إذن تنتهي القصة إلى أن هؤلاء القوم العبد الصغير غلبوا القوم الجبارين الرومة، باش ربي سبحانه وتعالى أولا وفئة قليلة، شوفوا نسبة 314 من 80,000، ومع ذلك انتصروا حتى تكون أولاً حجة على كل من يدعى إلى الجهاد وهو ضعيف والعدو قوي، كما خيانا اليوم أخذوهم في حالة في غزة، قالوا لهم أنتم عندكمش لا قوة وجيوش نظامية ما جددش الكيان الصهيوني، وأنتم حطيتونا في الوضع هذايا، علاش؟ وأنتم ألقيتم بأنفسكم إلى التهلكة. هاي الإجابة أيها الأخوة من قصة من قصص القرآن، من قصص بني إسرائيل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وربي مع الصبر، والله مع الصابرين، ربي مع الصابرين. الصبر مفتاح، احنا نقولوا كي كنا صغار ولا يسمى ان شاء الله الكبار، يعني صغار الكبار نقولوا الصبر مفتاح الفرج. إن شاء الله ربي يجعلنا من الصابرين أيها الأخوة، إن شاء الله ربي يفرغ علينا صبرا من عنده وعلى خيانا المقاتلين في سبيله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على سيدنا إبراهيم وآله، وبارك على سيدنا محمد وآله كما باركت على سيدنا إبراهيم وآله في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وبدل سيئاتنا حسنات، وأكرمنا بكرامة منك يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ على إخواننا
في غزة خاصة وفلسطين عامة صبرا، وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، وانصرهم على القوم الظالمين، وانصرهم على القوم الطاغين، وانصرهم على أعدائك وأعداء نبيك وأنبيائك يا رب العالمين. اللهم انصرهم على قتلة الأنبياء يا رب العالمين. اللهم انصرهم على إخوان القردة والخنازير يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، كما نصرت طالوت يا رب العالمين والفئة القليلة التي كانت معه. اللهم وكما قتل داود جالوت، اللهم يا ربي فاجعل يا ربي وخيالنا وأشبال غزة يقتلون جنرالات العدو يا رب العالمين. يا ربي مكننا منهم فأنت القادر عليهم يا رب العالمين، وإنما النصر من عندك يا رب العالمين. فانصر إخواننا في فلسطين نصرا مؤثرا يا رب العالمين، تعزهم به عزا يا رب العالمين، وتذل أعدائك ذلا لا عز بعده يا رب العالمين. اللهم يا ربي انزل على بلادنا الغيث وعلى سائر بلاد المسلمين، ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. اللهم يا ربي صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، واجعلنا اللهم بالصلاه عليه من الفائزين، وعلى حفظه من الوالدين الشريفين يا رب العالمين، وعلى منهاجه المستقيم من السائرين. يا رب انت الهادي الى الطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم اهد الراعي والرعيه والشباب والذريه يا رب العالمين. يا رب اهد الشباب والذريه، يا رب اهد الشباب والذريه، يا رب اهد شبابنا وذريتنا يا رب العالمين. اللهم فإن فيهم الكثير يا ربي من رب الغافلين، فاهدهم الى طريق الحق المستقيم، اصلحهم واصلح بهم يا رب العالمين. يا رب اصلح حال اختيارنا يا رب العالمين، يا رب اصلح حال ولداننا يا رب العالمين، يا رب اصلح شبابنا، يا رب اهديهم الى طريق المستقيم يا رب العالمين. يا رب ات كل من الحاضرين من الخير ما رجا، ات كل من الحاضرين من الخير ما دعا، ات كل من الحاضرين من الخير ما تمناه عليك يا رب العالمين. اللهم حرر اجسادنا على النيران يا رب العالمين. اللهم قنا عذاب القبر يا رب العالمين. اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنه، ولا تجعلها قفرا من قفر النار. اللهم ارحم ابائنا واجدادنا ومن سبقونا بالايمان، وكل من له فضل علينا، وكل من طلب منا الدعاء يا رب العالمين في هذا السماء، في الزمان المبارك، الساعه المباركه، وفي هذا المكان المبارك يا رب العالمين، وفي هذه الشعيره المباركه يا رب العالمين. نسالك اللهم باسمك الاعظم واسمائك الحسنى ان تؤتي كل من الحاضرين من الخير ما رشاه منك يا رب العالمين، واولها الهدى والتقى والنقى يا رب يا رب يا رب، وان تقينا عذاب النار وتدخلنا الجنه بلا سابق حساب ولا عذاب يا رب العالمين، وتوفقنا لما تحب وترضى يا رب. كل حزين فرح يا رب العالمين، وكل مريض اشفيه يا رب العالمين يا رب، وكل من زل واخذ اهديه ورجع اليك يا رب العالمين. اللهم اهدنا اليك، ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا مغفورا لكم إن شاء الله، وأقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.